صباح الخير حبايبنا، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. اليوم اليوم الثاني هذا الفلوك. اوكي يا اساطير، هون عنا رح ناخذ الفطور، تمام؟ فرجيكم الفطور، طولوا بالكم. اوكي يا حلوين، وهي هي الصاله. اوكي فرجيكم شوي شو موجود عنا، شوي هيك شوي جبن ولبنات وما لبنات واشياء، عصيرات وما عصيرات ومعلقه وشوكات واشياء، كلش موجود عندنا هون. البيض اوكي، شوية من المربيات، الخبز، بتيك كواسان لهون. هون عندنا الماشين للقهوة والكلش، كلش معلم موجود، كلش موجود. تفضلوا حبيبي، تفضلوا تفضلوا. رح ناخد من بعد، هلا خلصنا الفطور تمام، وضعنا تمام لوز اللوز، رح نلبس الجاكيت هذا والكاسك هذاك ونجهز حالنا لنطلع الجبل ونكمل رياضتنا. نلتقي ان شاء الله بعد شوي في الجبل فوق. اوكي يلا بستناكم. اوكي حبايبنا، والان وصلنا لتحت، رح نجهز حالنا. طبعا شباب مثل ما قلت لكم امبارح، ما اعرف اذا قلت لكم بالفلوج اللي فات، عندنا هون الاحذيه الخاصه للتزلج. طبعا هذول كلهم محميه هون من الرجل وكلش، يعني كلش محمي. وبهذا الحزام نقدر نضع السكي تبعنا اللي هو مثل ما انتم شايفين اللي عم يتزلجوا منه. فرجيكم هذا اللي تحت، الثلاجة هي محدودة شايفين. وراح ناخذ الان تلسياج. اوكي نطلع من هون. اسم المحطة هي هون في المنطقة اسمها سان جان مونكرا، سان جان مونكرا. اوكي يا ستير، سو راح نجهز حالنا شباب، راح نجهز الامور ليومنا الثاني في هذا الفلوج يا بوي. يلا بشوفكم. اوبا حبايبي، وصلنا الان لهذه المنطقة، كنا تحت والان جينا لهون. انتوا شايفين، شايفين الجو هون اكثر فيه يعني ثلج اكثر، نحن لانه يعني نحن بعلو اكثر، لسه في علو اكثر من هيك هناك، راح نفرجيكم كمان ان شاء الله عن قريب ونشوفكم بعد شوي. واو الجو اليوم كثير حلو حبايبي، مثل ما انتوا شايفين الامر تمام. طبعا شايف هي اللي وراي حبايبي، هي الشيء اللي وراي، هذا الشيء اللي بيزبط المضمار ولا يسموها البيست، فهمتوا على كيف؟ مثل ما شفتوا شايفين الوضع. طبعا انا الان في اكبر خلينا نقول اكبر علو في هذه المنطقة تمام؟ و رح نروح الان نستريح شوي، نشربنا واحدة قهوة نريح، نشرب شوية مي. مش عجبكم هذا الفلوق حبيبنا تسلم باللايكات، اوكي؟ تسلم باللايكات باللوز. اوكي حبايبنا، والله نزلنا هالنزله الحلوه، اعطونا رايكم بالتعليقات. طبعا مثل ما انتم شايفين نزلت رح افرجيكم اياها. ثواني شو رح نعمل، طول بالك. هي النزله حبايبنا نزلناها، طبعا هي اطول من هيك، مش مبين العلو العالي، بس ولكن اتس كول اتس كول. كمان ليتس جو رايت ذير اجوش. يلا يا حبيبي افرجيكم شوي هيك الامور الطيبه. يا بوي، طبعا شباب الصراحة يعني السنساسيون الإحساس شيء يعني كتير أسطوري صراحة، يعني شيء كتير باللوز. طبعا هنا ده هذا التليسياج اللي وصلنا للمكان الثاني. أوكي الصراحة شيء كتير مرتب وحلو. يلا خلينا نروح، لو تعالوا ناخذكم شوي نتزلج مع بعضنا، فرجوكم وين بدنا نروح وين بدنا نروح. طبعا حبايبنا هونيك مثل ما انتم شايفين هونيك صايرة موجودة الخريطة، تعالوا نفرجيكم الخريطة، خريطة المضمارات والبيست وكل بعضه، شايفين معي كيف؟ أو نعمل شوية دي زوم. يا بوي شي باللوز اللوز، شي باللوز اللوز. واو هذا هو حبايبنا. Where we go؟ وين نروح؟ In the right.
يلا انا نصور شوي فرجيكم شوي. روح من هذاك الاتجاه، شايفين معي كيف؟ ولا نعمل شوية ديزوم عشان نفرجيكم المكان راح نروح له الان. شوفوا هذاك صديق رايح الان، هو صار امامي. يلا نحن نكمل بهذا الاتجاه. يلا طبعا هون شايفين معي كيف؟ لازم نعمل شوية مشوات خفيفة لطيفة، وهلا نروح نكمل الامر. يا سلام يا بوي. طبعا هذا المكان شوي يعني واقف يعني مستقيم تمام، والامور طيبة على رواق يعني. عشان نحاول نروح لمكان تاني، شايفين معي كيف؟ يا سلام. هون لازم اركز معي على التليفون بايدي. بالبلوك الاول ما فرجيتكم هذا الشيء، بس ولكن شوي الخمر خطر شوي طبعا لو كان موجود. ان شاء الله المره الجايه لما يكون فيه جو برو شيء هيك كاميرا نحطها مثلا، نفرجيكم الامور افضل وافضل واحلى واحلى. يلا هاي راح نجرب نعمل هيك ان شاء الله. هي نزله قويه شوي بس ولكن راح نعملها نو بروبلم. ايه بوي ووهو. يلا هاي مشوة طويلة شوي. ووهو. اوه ماي جاد مان. صراحة شيء واو. يلا. إن شاء الله استمتعوا استمتعتوا بهلا بهالنزلة. بجيكم أكثر إن شاء الله مكان الثاني. يلا شوفكم. اوكي حبايبنا، اصبعتي يا اخي دايما محطوطة بالكاميرا. اوكي حبايبنا الان خلصنا الوضع. شو الوضع؟ بصراحة انا كثير تعبان، والان يعني بنرجع للمنزل. اوكي عم نرجع يعني للمنزل. بنفس الوقت هيك حبيت افرجيكم هذا النهر الحلو. اوكي ما بعرف اذا مبين بس ولكن يعني شيء اسطوري. كثير 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 حلو هذا الطريق. مع شباب هون معلم امامنا باص حبيبي والله، قاعدين نايم هذا الباص يمشي على رواق. و يلا معلش واحد بيمشي شوي شوي. هذا المنظر طبعا هون يا شباب كمان عم نبعد يعني على الثلج. طبعا شايفين باقي هون شوي ثلج فوق، كمان عم نبعد عن المناطق العالية اللي فيها الثلوج. تمام. اوكي يا حبايبي مثل ما انتم شايفين هون عندنا مثل نهر يعني نهر يعني هو سد، هو الاصل هو سد. ما اعرف اذا عم تلاحظوا هناك مثل ما انتم شايفين هون عندنا هذا النهر هو سد، والاصل هو سد لاجل يعني توليد الطاقه. مثل ما انتم شايفين توليد الطاقه شايفين هناك، هذاك هو السد. هذا سد والان دخلنا على شيء تانل مثل ما انتم شايفين. يا بوي طبعا يعني بحاول انه تكون كاميرا ثابته، ثبت ايدي عشان ما تنهزوا معي، ونكمل المنظر الحلو اللي راح يكون امامنا الان. منظر كتير طبيعي. معكم المعلق عليكو اللي المرشد السياحي في هذه المنطقة. ما انتم شايفين صراحة يعني منطقة كتير كتير حلوة. ومن هناك راح نوصل على السد او بالاحرى جسر بون. هذا البون راح يفصل يعني نقدر نروح فيها لمكان الثاني لهذيك المدينة الصغيرة. هذا هو الطريق، شايفين هناك في كاميون. طبعا
وانا احنا حبيت هذا المزرعه حبيته انه ما اقدر اصور لكم اياه في الفلوج الاول لانه كان يعني في الروحه، لكن انا احنا يعني راجعين وهذا الجسر اللي راح افرجيكم اياه الان. هذا هو الجسر خفيف، راح يكون في امامنا جسر اطول من هيك، وهيك قربنا نوصل على الجسر الكبير اللي راح يخلينا ننتقل للمنطقه الثانيه. تفرجوا معي صراحه منظر نار اسطوري، منظر كثير كثير، شوفوا معي كيف عن جد منظر يعني خلاب كثير 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 كثير. هذا سد، نفس الشيء سد. طبعا حبايبنا الهيك السدود بيعملوها في محطة الكهرباء هناك اللي عشان يعني الموجات السد بيصنعوا منها الكهرباء، لهيك في كتير سدود، ولكن يعني ما يقدرون يفعلون السدود أكثر وأكثر لأنه كل شيء يعني كيف أشرح لكم يعني موجود قانونيا، ما لازم يعني في لازم يعني ينتبهوا على أي شيء بيعملوه لأنه في شيء كتير مهم. طبعا هذا شو عم بيعمل معلم؟ I don't know. والله جو سي با. هذاك معلم حبيبه والله فكر حاله ما اعرف وين. ايوه كمان طبعا كل شيء هنا في قانونين عشان الاسماك لي بواسون يفو ريسبكتي يعني. عشان يعني هذا بيبقى نهر وعشان الطبيعة. يلا بشوفكم بعد شوي. اوكي حبايبنا الان وصلنا حوالين المنزل، صراحة تعبانين كثير. طبعا مثل ما انتم شايفين راح افرجيكم طلبنا شوية همبرجرات هيك خففات لطيفات باللوز مع شوية تفريتات. الدنيا صارت ليل حبيبي والله. Let's time to eat. It's time to eat. اوكي حبايبنا شوية همبرجرات هيك خففات لطيفات فريتات كوكايات. It's time حبيبي والله. اوكي حبايبي يا اخي هالاصبع شباب كل ما هي متعود عليها. اوكي حبايبنا هيك بكون يعني خلصنا كلش لليوم يا اساطير. الله يسعد لي اياكم، ان شاء الله استمتعتوا معنا بهاليومين وعجبكم هالفلوجين يا اساطير يا حلوين. ما شاء الله كنت في شيء عم فكر فيه كنت اللي هو يا اخي ما عرف سبحان الله ليه كل مره اطلب شيء مثلا شيء طبعا بعض الاحيان تشوفوا الصور، طبعا صوره الهامبرجر ولا ده بتشوفوا شكله واو كل شيء معلم، لما اتصلت بينك معلم غريبه عجيبه، فهمت علي كيف؟ ليك حبايبنا طبعا بطلع هون بس ولكن الكاميرا هي هون حبيبي والله. anyway شباب ان شاء الله عجبكم مقطع جودة المقاطع هذول. طبعا حبايبنا المقاطع هذول كانت مصوره يعني من تليفوني اوكي، يعني بصراحه يعني بجوده ماش ماشي. اعطونا لكم بالتعليقات ان شاء الله نكثر الفلوجات اكثر واكثر، و اتمنى انكم استمتعتوا معي ونفس الوقت غيرنا شويه الروتين واخذنا استراحه لانه كنت شباب تعرفوا البسوس واليوتيوب والعمل وكلش مع بعضه حبيبي والله. سو اعزائي الكرام هون والله هون شباب امامي في سينما، شوفوا شباب هون في سينما يعني شيء باللوز كمان عندهم هذول التقنيات ال 3D وال 4D وشيء بنجرب شباب جرب. اذا تحبوا نعمل لكم اكثر هيك شاشه اعطونا لكم بالتعليقات حبايبنا، واتمنى انكم استمتعتوا مره ثانيه و بنشوفكم على خير. سلام عليكم. تشاو مان.